كنت فاكرة اني جبت اخري خلاص في علاج التجاعيد، بس اوريفليم كان ليها رأي تاني. انا انجي فتحي 28 سنة، وكنت بعاني من تجاعيد جامدة تحت عينيا وهنا وهنا، وكنت عالجت بنسبة 40% بالنوفيج العادية، بس اوريفليم طورت منها وعملت لنا النوفيج بلس. وانا فخورة ان هم اختاروني من مصر امثل الواجهة الاعلامية لانطلاق نوفيج بلس رينكل سموث، عشان تشوفوا التجربة واقعية وحقيقية عليا قبل وبعد. انا بقالي 3 شهور بستخدمها، وحقيقي كنت خايفة ان موصلش النتيجة، بس انا منبهرة ومستنية اشوف رأيكم انتوا في التغيير اللي حصل، وكمان مستنية اشوف عليكم التجربة قبل وبعد.